من السكان على نقطة بيع السمك في مدينة ألاق في يوم الافتتاح الذي جرى بحضور السلطات الإدارية والأمنية بولاية البركنة وممثلي الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك. وتنسجم العملية مع التوجه العام للحكومة الرامي لتنفيذ خطة تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين. هذا مجهود يجي إضافة للمجهودات الأخرى اللي فاتوا عدلت من فتح باتيق اللي شرفت الدولة عليه في التموين، ووجه هذا نوعية أخرى من محاولة لتذليل الصعاب على طبقات الهشة اللي فخامة رئيس الجمهورية يعطيها عناية خاصة، واللي العالم اليوم يعرف ارتفاع أسعار بالمواد الأساسية مذهل. على ذلك الأساس اتخذت الحكومة هذه الإجراءات اللي هي من فتح الحوانيت اللي هم تشرف عليهم القطاعات المعنية كاملة لتثبيت الأسعار. واتخذت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك جملة من التدابير لتمكين المواطنين من الاستفادة من الأسماك بأسعار مخفضة، حيث جهزت أماكن للبيع بآليات تقنية وفنية وعمال يشرفون على التسيير، وذلك لتسهيل العملية. الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك موفرة لهذا الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية وضامن استمراريته إن شاء الله 4 أيام الأسبوع، الاثنين والثلاثة والخميس والجمعة، ودائرته في ظروف صحية مطلوبة ومستعدة، وإن شاء الله لا تواصل حوث ذات الجودة العالية اللي سيتم إن شاء الله تعالى بيعه ابتداء من اليوم بتسعير المخفضة 70 وقية جديدة للكيل، اللي هو كيف تعرفوا أسعاره تنشبر ب 3000 و 4 في أسواق نواكشوط ونواذيبو. واليوم إن شاء الله تعالى نفتتحوا هاي النقطة اللي أنتم يوميا نوزعوا فيها 200 كيل أيام الدوام الرسمي. بيع هذه العينات من الأسماك بأسعار في متناول الجميع من قبل الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك كان موضع إشادة من المواطنين وفرصة للمطالبة باستمرارها. شفنا كربين كان زون تنباع ب 3000 و 4000، وجانا هون الحوت الكبير كربين وقالوا له ينباع لنا بس 400 و600، وزين عندنا هذا ونختاره ويتم مستمر. طرقط جانا شو موزع جزاهم الله خيرا، وجانا مواليد الفاصلة اللي كنا لينجيهم تقول لنا واحدة شمار 4005 ما نبيعوا بيها، وبالأخلاق مولي خالقين واحدين قاع منها ما قطوا كالو بهم اللي ما عندهم فلطوا. هكذا كانت أجواء اليوم الأول بمدينة ألاق من عملية بيع عينات من الأسماك عالية الجودة بأسعار مخفضة، والتي يأمل المواطنون منها الاستمرارية ثم الاستفادة. قناة الموريتانية، محمد بلال، مدينة ألاق.